السلام عليكم الشرفة، غادي نوريكم واحد الامور باش تفهموا لا سيتوياسيون كيفاش تتطور. دابا تخيل معايا هذاك اللي فيه كورونا هو هذاك الانسان اللي فيه اللوان، شو ملي كيتحرك والمجتمع كامل كيتحرك، كيفاش الامور كتحرك، شو شحال، شو البيك، شو هنا البيك ديال الناس كيفاش غادي تطلع. هادشي اللي وقع للطاليان، هادشي اللي وقع للشينوا، وهادشي اللي وقع لعدد ديال الدول، وهادشي اللي ما باغيينش يوقع في المغرب وما خصوش يوقع في المغرب، حيت اون 300 ريسبيراتور 300 لي دو ريانيماسيون، راه مشكله. يعني هادشي اللي دايرين كاملين الوقايه من شي مشكل اكبر باش هاد البيك ينقص. شو عاوتاني هاد التقنيه، انه اللي مريض غادي تجمعوا من جهه، هادي اللي في اليسار تجمعوا من جهه، ولكن مع الوقت وتبقى الامور محركه، ولكن مع الوقت كيوقعوا دي فويت دي فويت، لانه لا فاريابل اومين سي اون فاريابل تري امبروبابل، فهمتي. دونك شو كيفاش عاوتاني يتقاس، وكاين احسن تكنيك هي هادي. يعني شوف النقط اللي جالسين، ها هما جالسين في سميتو، ها هما جالسين في ديورهم، شوف بعد لا بروباغاسيون الانتشار ديال المرض كيفاش ناقص مقارنه مع هذيك السيستم الاول اللي وريتكم. هاي هاي تشانج اوفر تايم، هاي انت كتشوف شو البيك هنايا كيفاش ناقص، فاهمين. وزيد تخيل معايا الا درنا هذا السيستم هذا، انه بزاف اللي ما يتحركوش يبقاو اللي محركين اللي خصهم يتحركوا، بحال الاطباء، بحال البوليس، بحال الامورات اللي خصهم يتحركوا، اللي الناس اللي ولا بدا مهن اللي خصهم الحركه، والله معكم والله معانا، فهمتي. دونك هادو شو البيك هنايا كيفاش ناقص، هذا السيستم اللي باغيين نديرو. وهذا السيستم هذا الا درناه ونجحنا فيه غادي نكونوا احسن طريقه درناها في العالم، فهمتوني الشرفة. يعني 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 راه هذه هي احسن تكنيك، هي هذه القضيه، هي تبقى مريح هي واحد الوقيته وغادي يدوز هذا الشيء، سينو راه كارثه. وانشر هذا الشيء، اللهم اني قد بلغت والله ينصركم، تبارك الله عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.